السلام عليكم. في هذا الدرس راح نحكي عن الـ effective. طبعا احنا في مقدمة الدورة حكينا قبل انه راح نحكي عن اللي هو في عنا section اللي هو الـ effective، وجه هو وقته ان انا اشرح شو هو الـ effective. طبعا الـ effective هي التأثيرات، طبعا في الجافا اف اكس هي موجودة في الباكج effect طبعا، وكمان هذول كلاسات، معمول كلاسات سب كلاس من اللي هو ايش الافكت. طبعا عندنا احنا مجموعة من الافكتيف اللي راح نشرحها، اللي هم دول 12 امامكم. في عندنا البليند افكتيف، في عندنا الافكت جايزنج بلوير، بوكس بلوير افكت، موشن بلوير، بلوم افكت، دروب شادو، انر شادو، ريفليكشن افكت، في عندنا اللايتنج افكت، في عندنا الجلوينج، وفي عندنا البرسبكتيف افكت، في عندنا الشاين اوف افكت. طبعا يعني كل واحدة يعني حنوضحها في الدرس الخاص تبعها، بس يعني انا يعني لو انت يعني كنت من هواة او كنت لك نظرة خفيفة عن اللي هو الفوتوشوب في التأثيرات، طبعا راح يكون عندك الامر سهل جدا. يعني ان شاء الله يكون يعني هدول المواضيع راح تكون يعني كتير شيقة. طبعا انا كده هيك بني الدرس، عرفت ان هاي المواضيع اللي رح نشرحها في الدروس القادمة من الافكت. ان شاء الله يكون الدرس بسيط، شوفوا الدرس القادم، والسلام عليكم.